بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الجمهور الرياضي التيزنتي هذه المباراة هذه ديال اليوم اللي جراتو الفريق ديال أمل تيزنيت مع حسنية أكادير جاي في إطار يعني اللقاءات الحبية اللي كيجريها الفريق أمل تيزنيت، خصوصا وأنه في هذا الأسبوع هذا الفريق خلد الراحة عنده هذا الأسبوع هذا، وكما كتعرفوا استضفنا فريق الحسنيه ديال اكادير اللي لعب المقابله اليوم مع امل تيزنيت في اطار اواصر المحبه والصداقه اللي هي بين الفريق ديال امل تيزنيت والحسنيه، ومن خلاله ان شاء الله نفكروا نديروا شراكه مع فريق مع فريق بين فريق امل تيزنيت وفريق ديال الحسنيه في اطار تنقيب عن المواهب في المنطقه ديال سوس اللي هي زاخره باللاعبين وديال ديال ديال المنطقه اللي هما في المستوى اللي غايقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان شاء الله. كما كتعرفوا هذه المباراه هذه جات كذلك لانه كما كيعرف الجميع بين الفتره الانتقالات الشتويه كاينه، وجربنا في واحد اربعه العناصر ولا خمسه جديده ان شاء الله اللي نقدروا مع الطاقم التقني اللي غايشوف واش يمكن تعاقد معهم ولا لا، وهذا لانه ان شاء الله تحدثنا مع الرئيس ديال الفريق ديال حسنيه اكادير اللي ساند لكي ساند فريق امل تيزنيت، وهو على استعداد مثلا لبناء احد اللاعبين في فريق الحسنيه وباش يمدوا لنا ان شاء الله.